مدارس الطالب الذكي، القرآن حياتنا، نحو جيل إسلامي أمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس، أهلا ومرحبا بكم مجددا في درس جديد من دروس لغة الجميلة. ودرس اليوم قصيدة بعنوان الرياضة للشاعر اللبناني عمر فروخ. التعريف بالشاعر: هو كاتب وأديب لبناني، له أكثر من 100 كتاب مطبوع، تنوعت بين الفلسفة والتاريخ والأدب، منها تاريخ الأدب العربي 6 مجلدات، وتاريخ الفكر العربي الأسرة في الشرع الإسلامي، وله ديوان شعر مطبوع بعنوان فجر وشفق. هيا ننتقل إلى الفكرة العامة للنص. يحدثنا نصنا اليوم عن أهمية الرياضة وأثرها على الفرد والمجتمع. أبنائي، هيا نتعرف ماذا قال لنا الشاعر في هذا النص. أعز الأزد أمنوها عرينا، وأشجعها إذا لاقت قرينا، وأوسعها صدورا في نزال إذا ضاقت صدور النازلين. سبيلك في الحياة سبيل جد، فلا تتبع سبيل الهازلين. فحيي مع الرياضة إن فيها فوائد للشباب الطامحين، تزودهم بأجسام شداد، وتغرس فيهم الخلق المتين، وتبعث فيهم روحا شريفا، فيلقون المتاعب باسمين. فإن نزلت بأرضهم الرزايا سعوا في دفعها متكاتفين. وليس العزم مفخرة لشعب إذا لم ينشئ الوطن الأمين. فكن فينا رياضيا قويا، وكن في الأرض إنسانا معينا. هنالك نبلغ العلياء زهوا، ونرفع رأسنا في الرافعين. هيا أبنائي إلى معاني الكلمات. كلمة العرين تعني بيت الأسد، والجمع عرن أو عراء. أمنعها، أحصنها، أشجعها، أقواها، والمضاد أضعفها. سبيل طريق، والجمع سبل. لاقى أي وجد. قرين بمعنى صاحب، وجمعها قرناء. الهازلين تعني الضعفاء، والمضاد الأقوياء. دفعها منعها. الطامحين المتطلعين، ومفردها المتطلع. شداد معناها أقوياء، والمضاد ضعفاء. يغرس يثبت، والمضاد يقتلع. الرزايا بمعنى المصائب، ومفردها الرزية. متكاتفين متعاونين. العزم القوة، زهوا فخرا وعظمة. العلياء الشرف، والمضاد الذل. تطبيقات على الدرس: أعدد عزيزي الطالب الفوائد التي تمنحنا إياها الرياضة من خلال رؤية الشعر. من يساعدني؟ ما هي فوائد الرياضة؟ نعم، 1 تمنحنا الأجسام القوية. استمع. 2 تغرس فينا الخلق المتينة. أحسنتم. 3 تبعث فينا روحا شريفا. 4 نلقى المتاعب باسمين. أحسنتم. صف 5. ملحوظة هامة: هذا الدرس
يرد في الاختبار لاستظهار الحفظ فقط، ولا تصاغ عليه أي أسئلة. إلى هنا قد انتهى درسنا لهذا اليوم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس، أستودعكم الله على أمل اللقاء قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.